السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك، واليوم عندنا استعراض ونظرة شاملة وسريعة عن شاشة بينكيو BL3200، الشاشة الخاصة للاحترافيين أو الديزاينرز أو المصممين، وأيضا تنفع للجيمرز. راح نتعرف عليها بشكل عام ونعطيكم نظرة شاملة عن هذه الشاشة، وفي نهاية المقطع إن شاء الله بيكون عندنا إهداء مقدم من إكسايت وبينكيو لكم أنتم المتابعين. فنهاية المقطع إن شاء الله بتشوفون الجيف أواي، لكن الحين خلونا نبدأ مع شاشة بينكيو BL3200. والحين خلونا نشوف الشاشة مع بعض، وأول شيء بشكل سريع نشوف المحتويات اللي جاية مع هذه الشاشة. وعلى فكرة حجم الشاشة فعلا كبير، والكرتون كان كبير وقريب من حجم التلفزيونات، وبعد شوي بوريكم الحجم مقارنة فيني أنا شخصيا جنب هذه الشاشة. بدون ما أدقق في المحتويات، تأكدوا أن شركة بينكيو حطت لكم مع هذه الشاشة جميع أنواع الكابلات اللي تحتاجونها في جميع الاستخدامات، من كل كابل تقريبا نوعين. بعد عندهم الـ HDMI والـ Thunderbolt والـ VGA والـ DVI واي كابل تحتاجه، حتى كان كابلات الصوت وايضا كابلات الكهرباء في اكثر من نوع. يعني لا تحاتي، جميع كابلات العالم موجوده مع هذه الشاشه. طبعا ايضا كتاب التعليمات الشامل والسي دي اللي تحتاجونه في معلومات اكثر عن هذه الشاشه والاستخدام. عندنا طريقه التركيب، مجرد انك تحطون القاعده على الارضيه وبعدين تركبون الشاشه، وهني انت تكون جاهز للاستخدام. الحين خلونا نتعرف عن المداخل والمخارج في الشاشه. عندنا على اليمين اول شيء في فتحه الاوديو جاك، تقدر تحط السماعه على طول تستمتع في الصوت من كانك حاطها في البي سي. وعندنا فتحتين اللي هما اليو اس بي 3 مثل ما ذكرت، تستخدمها استخدام كامل. وعندنا فتحه الاس دي كارد، راح تكون سهوله للمصورين او الناس اللي تستخدم التصوير، تحط الاس دي كارد من الجنب وتبدا في الاستخدام. طبعا من نفس الجهه اليمنى لكن شوي في الوسط عندنا اللي هو مداخل للفي جي اي والدي في اي والثندربولت وايضا الاتش دي ام اي. طبعا ريحونا من هذا الموضوع، لكن الحين كل شيء عندك من اليمين بيكون سهل جدا للوصول. لكن لا يزال عندنا بعض الفتحات اللي من تحت في هذه الشاشه. عندنا 2 يو اس بي، يعني صار عندنا تقريبا 4 يو اس بي الحين. وعندنا فتحه صغيره اللي هي خاصه للريموت كنترول، اللي راح اتكلم عنها ريموت الشاشه نفسه. وايضا عندنا صوت الاوديو جاك، وعندنا من الجهه الثانيه بيكون في فتحه الكهرباء الرئيسيه. الحين خلونا من المحتويات والمرفقات والكيبلات وهذه الامور، ونشوف المميزات والخصائص في هذه الشاشه. اول شيء حبيت اقول لكم ان الوضوح فعلا كان جبار، وبصراحه فرق معاي واوضح من كل الشاشات اللي مرت علي. الوضوح في الشاشه 2K كواد اتش دي، والوضوح يعطيك 77% اكثر من الفل اتش دي العادي، لان المصممين يحتاجون يدخلون في تفاصيل اكثر وبيكسلز اكثر، فراح ينفعهم جدا في الاستخدام. ثاني شيء عندنا روعه الالوان في الشاشه، هي 100% اس ار جي بي، يعني تعطيك الوان حقيقيه في التصميم بالضبط. ايضا فيها ميزه السي اي دي والسي اي ام، هذه الميزه للرسامين والمصممين، تعطيهم تفاصيل دقيقه واعمق وراحه في الدقه، يعني بيشوف خطوط والبيكسلز بشكل جدا ممتاز عشان يكون دقيق في التصميم. طبعا حتى الانيميترز راح يشوفون 10 مستويات للوضوح، والتعديل الحركي راح يفيدهم جدا في موضوع الانيميشن. طبعا نجي الحين لشيء مهم جدا للي يحب يصمم مقاطع فيديو او عنده قناه في اليوتيوب. الشاشه فعلا كبيره، يعني 32 بوصه، فعلا ريحتني في تصميم المقاطع. وتخيلوا ان نص الشاشه كان يكفي اني استخدم فيها برنامج التعديل، والنص الثاني يكون فيه مثلا صور او اشياء ثانيه تفيدني في مقطع الفيديو او الملفات بشكل عام. والاهم من هذا كله ان دقه الشاشه في الفيديو اديتنج نفس الشيء اللي قاعد تشوفه في المونتاج او في البروجكت، راح يكون هو نفس الالوان والوضوح والدقه لما تستخرج الفيلم او تسوي له رندر. فهذا الشيء جدا مناسب للفيديو اديترز في هذه الشاشه. طبعا في ميزه جدا جميله وجدا حلوه ولازم اني اذكرها، هذه الميزه في سنسر تشوفونه من الامام تحت، هذا هو السنسر. هذا يعمل على شغلتين رئيسيتين، اول شيء بعدك انت او بعد المستخدم عن الشاشه، هذا اول شيء تقيسه لك، بعدين تعطيك الاشعاع او الشيء اللي انت تحتاجه مو اكثر انه ياثر عليك. وثاني شيء تقيس اضاءه الغرفه عندك او المكان اللي عندك، وتعرف يعني الاضاءه، وايضا تضبط لك هذا الموضوع عشان ما يحوشك صداع ولا تاثر عينك بالمستقبل، خصوصا ان شاشات مثل هذه للمصممين او الجيمرز راح يقعدون بالخمس ساعات اربع ساعات ممكن اكثر. طبعا الشاشة انتي جلير ومطفية وما فيها الا 1% انعكاس، يعني اذا كان وراك دريشة او اضاءة قوية او شيء ما راح تشوف انعكاس على الشاشة، وهذا شيء جدا يهم الناس في الشاشات. ثاني شيء عندهم ميزة، ما ادري اذا هي مهمة او لا، الفليكر فري، يعني اذا صورت الشاشة من عن طريق كاميرا او موبايل ما راح تشوف توهج او خطوط مزعجة في الشاشة مثل باقي الشاشات. طبعا ما ننسى الانحناء، ان الشاشة تقدر تلفها يمين يسار، تميلها، ترفعها، تنزلها، وتقدر تخليها بشكل عمودي بالكامل. طبعا في ناس لهم استخدام في هذا الشيء، في ناس ما تهتم لهذا الشيء. طبعا الشاشه فيها سماعات داخليه بلت ان موجوده فيها، وهذا شيء جميل ان الشاشه يكون فيها سماعات، لان اغلب الشاشات ما يجي فيها سماعات. لكن لا تتوقع ان الصوت بيكون خرافي او عالي، الصوت مجرد يعني ستيريو بسيط جدا للاستخدام البسيط. لكن اذا حبيت انك تحط سماعات مثل ما ذكرت، تحط لك سماعات خارجيه او الهيدسيت مثل ما انتم عارفين.
طبعا من ناحية التحكم الشاشة يجي معها مثل ما ذكرت ريموت كنترول شامل شكله دائري وحلو وله مقر تحطه فيه. طبعا هذا تقدر فيه اربع بروفايلات تقريبا تخلي الواحد للجيمينج واحد للانترنت واحد للتصميم او بشكل عام يضبط لك واحد حتى للافلام. او تقدر تستخدم الازرار اللي على الشاشة وفيهم ميزة عجبتني ان فيهم سنسر بس تقرب عليهم يضيئون، يعني اذا كنت انت في غرفة مظلمة ما راح يكون شغالين ومزعجين الا اذا قربت اصبعك منهم راح يشتغلون. طبعا مثل ما ذكرت ان الشاشة اختيار جدا مناسب للمصممين سواء كان في الفيديو اديتنج او الرسم في الالستريتر او الفوتوشوب، راح تشوفون تفاصيل جدا دقيقة تفيدهم. وحتى الانيميترز والثري دي لهم خاصيتين ايضا، بقولكم ان الشاشة جدا جميلة بالافلام تعطيك وضوح كريسب، اذا كنت تشوف نتفلكس وغيره راح تشوف وضوح جبار صراحة في هذه الشاشة في الافلام. طبعا نجي الحين بخصوص الجيمينج، الجيمينج في الشاشة جدا جميل وسريع وواضح والوان وكل المميزات اللي يعني ممكن تشوفها في شاشات الجيمينج، لكن اقول لكم انها ما هي مخصصة 100% للجيمينج مثل شاشات بن كيو اللي قبل وتكلمت عن واحدة منهم، تلقون الرابط تحت اللي حاب يشوف شاشة الجيمينج بن كيو. ما اقول لكم انها هي سيئة في الجيمينج، لا بالعكس شغالة شيء ممتاز، لكن اللي يبحثون عن سرعة خرافية في اوفر ووتش ولا كول اوف ديوتي اللي هو 1 ملي سكند يشوفون الرابط تحت في شاشة بن كيو اللي تكلمت عنها من قبل. لكن هذه الشاشة ايضا جميلة في الجيمينج وكانت فعلا واضحة وحجمها جدا كبير 32 بوصة شيء جميل صراحة. طبعا لازم تعرفون ان هذه الشاشة ما تدعم ال 4K فعليا، لكن فيها ميزة ال 4K ready، يعني تسوي لك upscale لل 2K الى 4K، تسوي لك stretch او تكبير وتخلي كأنه 4K. هذه الميزة لو تاخذون شاشة بهذا الحجم و 4K راح يكون سعرها جدا خيالي في هذا الوقت، لكن هذه الشاشة معطيتك يعني 2K upscale to 4K وبسعر مناسب يعني لو نتكلم عن حجم 32 بوصة. طبعا اتكلم عن المونيترز ما اتكلم عن التلفزيونات. وفي شغله ثانيه، لو تروحون على معرض اكسايت راح تشوفون شاشات بن كيو عندكم من 100 دينار لل 400 دينار، عندك الالترا وايد للجيمنج وعندك اشياء خرافيه هناك تشوف اي شيء يناسبك ميزانيتك. في الشوروم تقريبا عندهم تنتين تقدرون تطلبونها من الموقع او تروحون هناك تشوفون تشكيله الشاشات اللي عندهم. كان هذا كل اللي عندي بخصوص شاشة بنكيو BL3200. أتمنى كان التقرير يعني شامل وعطاكم فكرة كاملة عن هذه الشاشة. مثل ما ذكرت اللي حاب يشتريها يقدر يطلبها من الرابط تحت أو يروح هناك يشوف شاشات البنكيو الموجودين عندهم. طبعا راح يكون عندنا giveaway على شاشة بنكيو 21 إنش سرعتها 1 ملي سكند لعشاق ألعاب الشوتر Overwatch وCall of Duty، راح تشوفون سرعة رهيبة في هذه الشاشة وأيضا لونها مميز أصفر من الخلف. على العموم اللي حاب يشترك في giveaway ويحصل على فرصة إنه يربح هذه الشاشة، كل اللي يبي منكم تضغط لايك للمقطع وتشترك في القناة وتترك تعليق عشان يسهل علينا الاختيار، وان شاء الله راح تشوفون عنها تقرير عن هذه الشاشة الصغيرة، لان اللي ممكن حاب ان يشتري هذه الشاشة سعرها جدا رخيص راح اتكلم عنها في الانستغرام جيمرز هناك، راح اوريكم تقرير كامل عنها مواصفاتها وسعرها ومن وين تشترونها. يعطيكم العافية، اتمنى عجبكم المقطع، لا تنسون الاشتراك في القناة. كان معكم خالد من جيمرز هناك ومع السلامة.